نورتنا يا فندم. عمر جاب لحضرتك ايه؟ عايز كوباية قهوة صح؟ تمام. نوع ايه يا فندم؟ كابتشينو، لاتين، ميكانو، سوبرانو، سوبريسو؟ لا 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 لا، قهوة عادية خالص. قهوة قهوة يعني ايه عادية يا فندم؟ يا عم، عريه مالك في يجري؟ بقولك شوية قهوة شوية قهوة. تمام. اني سايز يا فندم؟ لا أنا من دمياط. تمام. طيب ايه الحجم اللي حضرتك تحبه؟ حجم يا عم، في سمول، ميديوم، لارج، سوبر لارج، سوبر سوبريم لارج. هو مش السوبر سوبريم ده بالزباين يا عم؟ انجزني، عايز شوية قهوة. What kind of milk يا فندم؟ ماشي. طيب تحب ايه نوع الحليب؟ حليب لوز، شوفان، بوز هند، عصافير، كلاد دبان. وانت عندك كل دول وما عندكش جمايز يا عم؟ مش عايزها بلبن خالص، انجز بقى. تمام يا فندم. طيب تحب نضيف صوص الكراميل او الشوكولاته او نوتيلا او نسكويك او ايه؟ يا عم انا مش عايز اللي انت بتقول عليه ده، انا عايز شوية اوعد البوم دماغي بس. خلاص تمام يا فندم. طيب تحب الكوبايه مربعه ولا مدوره ولا مستطيله ولا مستحيله؟ يا عم هات اللي تجيبه، انا سايب المكنة بره هتتسرق. تمام يا فندم. طيب كده الحساب 50 جنيه بس. 50 جنيه؟ 50 جنيه في ايه؟ دي شوية قهوة. لا بشرب قهوة ايه، والله العظيم انا اللي غلطان اصلا. لا بالسعر مع واحد هايف زيي ده جاي السخونة عالمزرعة على الفاضي.